نشرة الأخبار من النبأ والبداية بأبرز العناوين. مصادر ترجح انتهاء اجتماعات القاهرة بتوحيد المؤسسة العسكرية تحت قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر. مجلس لاباكا يطالب الجنائية الدولية بإصدار مذكرة قبض في حق خليفة حفتر بتهمة ارتكاب جرائم حرب. تواصل معاناة نازحي تورغاء في مخيم جرارة القطف وسط تعثر جهود العودة إلى المدينة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أفادت مصادر عسكرية ليبية بقرب انتهاء الاجتماعات التي استضافتها مدينة القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية والتي ضمت ممثلين عما سمته الجيش الوطني ممثلين من مختلف المناطق الليبية. وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها لصحيفة الشرق الأوسط إن القاهرة استضافت حتى الآن 5 اجتماعات متتالية على مدى الشهور الماضية، وقد تشهد صدور إعلان رسمي عن اتفاق نهائي على توحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادة خليفة حفتر. طالب مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي بوقف التدخلات الخارجية والإقليمية في ليبيا. واعتبر الجمالي في مداخلة سابقة مع النبأ أن هذه التدخلات تعرقل مسيرة السلام في البلاد. نطلب من جميع الأطراف وبدون تحديد الاسم والبلاد والهوية، نطلب منهم الابتعاد عن ليبيا وإيقاف كل تدخل في شأن ليبي حتى يعود الشعب الليبي إلى استقراره وأمنه، لأن اليوم المأساة الليبية متواصلة وشعب قاعد يتألم. وأضاف الجمالي إن الجامعة العربية أسست ما سمته بالرباعية التنسيقية التي تجمع الجامعة والأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والإفريقي لمحاولة دعم مسيرة السلام في ليبيا. ندعم اليوم المسار السلمي اللي اقترحته الأمم المتحدة، ونستقبل يوميا في المسؤولين ونحاول نقنعهم بتذليل العقبات التي تقف أمام تنفيذ مسيرة السلام. اليوم الجامعة العربية أسست كذلك ما يسمى بالرباعية التنسيقية اللي هي تجمع الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، ونحاول الأربعة الاتجاه في نفس الطريق لدعم مسيرة السلام في ليبيا. كما جدد رئيس مجلس النواب عقيل صالح رفضه للتدخلات التركية والإيطالية في شؤون الدولة الليبية. وقال صالح في حواره مع صحيفة اليوم السابع المصرية على هامش زيارته للقاهرة إنه لا توجد خلافات مع قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر. وأكد عقيل على قرب ما سماه تحرير مدينة درنا بالتنسيق مع مصر، مشيرا إلى أن العملية العسكرية الوشيكة الانطلاق تهم مصر كي لا تفر ما وصفها بالمجموعات الإرهابية إلى الأراضي المصرية. تتواصل الاتهامات المتبادلة بين عدد من الدول الإقليمية حول التدخل في ليبيا والمسؤولية عن التوتر الأمني الذي تشهده، آخرها إدانة مؤتمر البرلمان العربي لما سماه تدخل تركيا في ليبيا من جهة والرد التركي السريع على هذه الاتهامات. التفاصيل في سياق التقرير التالي. ما زالت أزمة التدخلات الخارجية في ليبيا منذ الثورة تشكل أهم العقبات أمام التسوية السياسية وحل الأزمة. تدخلات من مختلف الدول الغربية والإقليمية دعمت أطرافا على أخرى، ما جعل سياسة المحاور تلعب دورا كبيرا في تأبيد الأزمة، بل وتعزز الانقسامات السياسية والعسكرية. التدخل الخارجي طرح في اجتماع رؤساء مجالس البرلمانات العربية في المؤتمر الثالث لبرلمان العرب
الذي دان في بيانه الختامي ما سماه التدخل التركي في شؤون المنطقة وتحديدا مواقفها تجاه مصر وليبيا، غير أن البرلمانات العربية لم تدن تدخلات مصر والإمارات والأردن وفرنسا وغيرها من الدول الغربية التي دعمت قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر بالسلاح والطائرات لقصف بنغازي ودرنا وقتل المئات من الأبرياء من أبناء الشعب الليبي. اتهامات البرلمان العربي رد عليها المبعوث التركي إلى ليبيا أمر الله أشلر بالقول إن عددا من الدول التي لها وزنها في المنطقة متمثلة في مصر والإمارات والسعودية تخوض حملة إعلامية ضد بلاده، ووجه أشلر أصابع الاتهام لكل من مصر التي سيرت أسطولها الجوي لقصف مدن ليبية والإمارات التي زودت حفتر بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة. ويضيف أشلر أنه ثمة حراك دبلوماسي تمثل بالضغط على حفتر لتقديم تصريحات مناقضة للواقع تدين تركيا، لكن تلك المواقف سرعان ما تتلاشى عند لقاء المسؤولين الأتراك بحفتر. وإذا تحدثنا عن الدعم الخارجي الذي تتلقاه ميليشيات الكرامة والتدخلات الأجنبية التي تخرق قرارات مجلس الأمن في حظر تصدير السلاح، فإن السبابة تشير حتما إلى دولة الإمارات. الدعم الإماراتي لقائد ميليشيات الكرامة تؤكده مراكز بحوث عالمية ومواقع إعلامية غربية وتقارير استخباراتية، كلها تشير إلى أن الإمارات تسعى إلى تطوير قواعد عسكرية لها في ليبيا وتعزيزها بمقاتلات عسكرية إضافية. في شأن متصل، طالب المجلس الليبي الأمريكي للشؤون العامة بالمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة قبض في حق خليفة حفتر بتهمة ارتكابه جرائم حرب في بنغازي والحصار المفروض على مدينة درنا. وفي بيان تحصلت النبع على نسخة منه، قال المجلس في رسالته إلى مدعية محكمة الجنايات الدولية إن حفتر لا يزال يتحدى القانون الدولي والمعايير الإنسانية. وشدد المجلس في رسالته على أن الأدلة ضد حفتر كثيرة وشاملة، وخطاباته مصرة على انتهاك القانون الدولي، بما لا يترك للمحكمة أي خيار سوى إصدار أمر بالقبض عليها. قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إن بلاده ومصر تدعمان جهود الأمم المتحدة في ليبيا. وقال تيلرسون في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع نظيره المصري سامح شكري إن دعم الجهود الأممية سيعزز الاستقرار والاقتصاد في ليبيا. وأضاف تيلرسون أن مجلس الأمن يدعم الاتفاقيات وأطر العمل والحوار في ليبيا. قال رئيس رابطة متضرري تورغاء محمد رضوان إن عدد العائلات المقيمة بمخيم جارت القطف وصل إلى 868، بينهم 257 طفلا. وأضاف رضوان لقناة النبا أن بعض العائلات اصطحبت أطفالها إلى مدنهم التي كانوا ينزحون بها لإجراء امتحاناتهم لمرحلة التعليم الأساسي. وأكد رئيس الرابطة أن الأوضاع الإنسانية داخل المخيم ما تزال صعبة رغم المساعدات التي تقدمها مفوضية الإغاثة الدولية وعدد من الجمعيات المحلية. من جهته حذر رئيس مجلس الإغاثة والمساعدات الإنسانية ورعاية الطفولة بالمجلس المحلي تورغاء عبد العزيز محمود من خطورة أوضاع النازحين بمنطقة إجرارت القطف، متوقعا حدوث كارثة إنسانية بالمنطقة. وقال محمود في اتصال مع النباء إن أهالي تورغاء اتفقوا على أن لا يكون هناك وجود لأي نازح بطرابلس أو في منطقة إجرارت القطف بعد انتهاء فترة الامتحانات. وأكد محمود على تفاقم معاناة الأهالي في ظل سوء الأحوال الجوية وعدم استيعاب عدد الخيم التي قدمت كمساعدات لاحتواء عدد الأسر التي تجاوز 400 أسرة.
هذا وكان عضو اللجنة الوطنية للمصالحة بين مصراتة وتورغا عبد النبي بوعرابة قال في وقت سابق إن ملف المصالحة بين المدينتين لا يزال يراوح مكانه. هذا تتواصل معاناة النازحين بمخيم جرارة القطف خاصة في ظل سوء الأحوال الجوية. متابعة التقرير. 7 سنوات ونازحو تورغا في كر وفر بين مخيمات النزوح وبيوت الأجار، حيث تنعدم شروط الحياة الكريمة وتزداد المعاناة بين قساوة الشتاء وهجير الصيف. المعاناة زادت حدتها اليوم، فبعد كل الوعود التي قطعت للعودة إلى ديارهم إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل. وأمس أهالي تورغاء يعيشون أحلك الظروف بمخيم جرارة القطف شرق بني وليد. قوة الأمطار والرياح عصفت بأحلامهم متسببة في اقتلاع بعض الخيام المنصوبة بالعراء، ما زاد من مآسيهم في ظل نقص الماء والمواد الغذائية، ناهيك عن وسائل الحماية من تقلبات الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد. ورغم المساعدات الإنسانية سواء من طرف المنظمات الدولية أو المحلية للتخفيف من معاناة نازحي تورغاء، إلا أنها لم تشفي جراحهم الغائرة، وتظل تسوية قضية نازحي تورغاء قضية وطنية في درب مصالحات متعددة علها تلملم جراح الماضي وتداويها. نفت الغرفة الأمنية المركزية في بنغازي أي عملية إخلاء لمدارس بالمدينة نتيجة أسباب أمنية. ونفت الغرفة على صفحتها على الفيسبوك ما جرى تداوله من أنباء عن إخلاء مدارس بسبب الشكوك بتنفيذ تفجيرات بالقرب من المؤسسات التعليمية، مؤكدة أنها مجرد إشاعات. وأضافت الغرفة أن المؤسسات التعليمية جرى إغلاقها نتيجة قرار وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة لتفادي الازدحام الذي قد يحدث جراء فتح المصارف وتوفير السيولة. أفاد عضو مجلس حكماء سبها حسن الرقيق بدخول وفد من مجلس النواب لإتمام عملية المصالحة بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان المتنازعتين في المدينة. وأضاف الرقيق في اتصال مع النبا أن المدينة تشهد هدوءا على الصعيد الأمني ولا تعاني إلا من بعض الخروقات الأمنية البسيطة. وشهدت مدينة سبها اشتباكات قبلية مسلحة بداية شهر فبراير الجاري أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. تتابعونا في هذه النشرة أيضا ولكن بعد قليلة. تواصل الاستعدادات وسط العاصمة طرابلس لإحياء الذكرى 7 لثورة فبراير. أهلا بكم متابعينا من جديد. أجلت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 130 مهاجرا غير شرعي من ليبيا إلى النيجر. أوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن المفوضية نقلت لحد الآن أكثر من 800 لاجئ من ليبيا إلى بلدان أخرى منذ بداية العام الجاري. عقد بطرابلس اجتماع لمناقشة ظروف عمل النيابات والأجهزة القضائية والضبطية في ظل الظروف التي تمر بها ليبيا حاليا. ضم الاجتماع القائم بأعمال النائب العام إبراهيم مسعود ورؤساء المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء وإدارة التفتيش بالهيئات القضائية والمحاميين العامين ورؤساء النيابات الابتدائية على مستوى البلاد. وقال رئيس التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور إن مؤشر الجريمة في ليبيا قد ارتفع في الفترة الأخيرة نتيجة الأوضاع التي تمر بها البلاد، مضيفا أن الأجهزة الضبطية والقضائية تواجه أنواعا جديدة من الجريمة المنظمة تختلف عن تلك التي تعاملت معها من قبل، إلا أنه أشاد في الوقت ذاته بدور القضاء في الحفاظ على استمرار الدولة.
سيما أن القضاء في ليبيا موحد وموجود بفعل هذه العزيمة والإرادة الموجودة لدى السلطة القضائية في شرقها وفي غربها وشمالها وجنوبها، وهو الملاذ الأخير والحصن الحصين الذي لا زال ربما يكون له دوره في إعادة لملمة الدولة والوصول إلى حالة الاستقرار والأمن الاجتماعي والاقتصادي. قال رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور إن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على عدد من مهربي الوقود بالمنطقة الغربية من بين أكثر من 300 مطلوب. المذكرة التي نشرت الأيام الماضية في هناك مذكرات أخرى، عدد الذين مطلوب القبض عليهم في قضايا تهريب المحروقات الآن يتجاوز 300 شخص. تم القبض على بعض منهم وحيلوا للتحقيق في المكتب. هذا عمل في إطار سنحتاج ربما نحن في الأيام القادمة نعد لمؤتمر صحفي للرأي العام الليبي حول جرائم تهريب المحروقات وجرائم الهجرة والاتجار في البشر وربما الاعتمادات الوهمية وبعض القضايا، قضايا قضية السفينة اليونانية وكثير من القضايا المحل اهتمام الرأي العام. هذا وثنت المؤسسة الوطنية للنفط على قرار مكتب النائب العام بإصدار مذكرة اعتقال ضد عدد من المهربين للوقود بالمنطقة الغربية. وأكدت المؤسسة على صفحتها الرسمية على استمرارها بتقديم التقارير الدورية والمعلومات عن عمليات التهريب التي تقوم بها عصابات التهريب إلى مكتب النائب العام، معتبرة صدور مذكرة الاعتقال نجاحا على الصعيدين المحلي والدولي. تتواصل الاستعدادات في مدن ليبيا للاحتفال بالذكرى السابعة لثورة فبراير في العاصمة طرابلس، حيث تستعد اللجنة العليا للاحتفالات لتنظيم سلسلة فعاليات لإحياء الذكرى. جانب من هذه التحضيرات يرصدها التقرير التالي. مع بعض نبنوها عبارة أرادت اللجنة العليا للاحتفالات جعلها شعارا لكرنفال سلام ليبيا في العيد السابع لثورة فبراير المجيدة الذي ترعاه بلدية طرابلس المركز. لا يخلو الشعار من ترميز يراد منه أن يكون عنوانا لكل الليبيين من أجل التوحد والمشاركة في بناء بلدهم من جديد. الحقيقة اللجنة الإعلامية هي دورها أن تغطي الأعمال الجارية والمناشط اللي سوف يتم إقامتها في احتفالية 17 فبراير. طبعا الأعمال هي جارية، هي بالنسبة على مستوى أعمال النظافة، أعمال الصيانة، أعمال الكهرباء اللي في نطاق أو في الحدود الإداري لبلدية طرابلس. تجهيزات مضنية من اللجان التي شكلتها اللجنة العليا للاحتفالات والتي تصل إلى أكثر من 10 لجان بمختلف التخصصات، منها الخدمية والتنظيمية والأمنية ولجان أخرى لا يقل دور الواحدة عن الأخرى. الاحتفال الذي يستمر 3 أيام يبدأ بإيقاد شعلة الثورة في أول يوم الاحتفال ورفع راية وعلم الاستقلال بميدان الشهداء وسط أجواء تتخللها عروض مختلفة، لينتهي بحفل رسمي يحييه نخبة من نجوم الفن الليبي على مسرح الهواء الطلق بميدان الشهداء. بإذن الله إن شاء الله حيكون العديد والكثير من الفعاليات الفنية يوم 15 و16 و17 فبراير. اليوم الأول حيكون عروض للعديد من الفرق الشعبية تتضمن المالوف، حتكون في حفل فني ساهر للمالوف لفرقة الراحل حسن عربي، وتضمن معها بعض الفرق الفنية الأخرى. يوم 16 حيكون في عروض، أيضا عروض فنية شعبية، الكثير من الفرق الفنية بعدة أشكال في ليبيا من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب، من خلال الهاشتاج اللي أطلقناه مع بعض ضمنها حيكون في مزيج من أو خليط من كل الفرق الفنية في ليبيا، سواء من الجهة الشرقية فنانين من الجهة الشرقية، سواء فرق من الجهة الشرقية وفنانين من الجهة الشرقية، من الجنوب، من هون، من الوسط، من الغرب، من الجنوب، ومن طرابلس. فهذا دليل ان احنا باذن الله يعني مع بعض نبنوها، مع بعض نحتفلوا. Don't ask why you
country does for you, ask what you can do for your country. اللي هي ما تعباش على الدولة تديلك وتديلك تديلك، أنت قوم بأي حاجة من الصفر، دير أي حاجة باش تقوم بوطنك، أكنس، دير، خمم، المهم دير حاجة باش أنت تكون نفسك وتكون بلادك. جهود حثيثة من قبل اللجنة العليا للاحتفالات على أمل حضور أكبر عدد ممكن من المواطنين، لكن الهدف الأساسي لهذه الفعاليات يبقى في إحلال الأمن والسلام في ربوع البلاد، وهو العنوان الذي اختاره المنظمون اسما للاحتفالية: كرنفال سلام ليبيا. من الأهل فشلوم ليبيا. كما بدأت في بلدية سبرات الأحد التجهيزات للاحتفال بالذكرى السابعة لثورة 17 من فبراير، ذكرت البلدية عبر صفحتها على الفيسبوك أن التجهيزات شملت تزيين الشوارع وتنظيفها من قبل أبناء المدينة بالتعاون مع شركة الخدمات العامة ومكتب الشركة العامة للكهرباء بالمدينة، مضيفة أنه تم الإعداد لتنظيم برنامج منوع يشارك فيه الأهالي بالمدينة. أعلن وزير الصحة المفوض بالحكومة المقترحة عمر بشير الطاهر تقديم دعم عاجل لقسم الأورام الأطفال بمركز طرابلس الطبي. أوضح الوزير المفوض أن الدعم سيشمل أدوية علاج الأورام والمستلزمات الطبية، إضافة إلى إيجاد حلول سريعة لنقص عناصر التمريض. وأشار الوزير إلى أن القسم يقدم خدمات العلاج لنسبة 70% من حالات أورام الأطفال بليبيا. نهاية النشرة وأبرز ما جاء فيها من عناوين. مصادر ترجح انتهاء اجتماعات القاهرة بتوحيد المؤسسة العسكرية تحت قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر. مجلس لاباك يطالب الجنائية الدولية بإصدار مذكرة قبض في حق خليفة حفتر بتهمة ارتكابه جرائم حرب. تواصل معاناة نزحية ورغاء في مخيم جرارة القطف وسط تعثر جهود العودة إلى المدينة. كما تابعتم في النشرة أيضا، تواصل استعدادات وسط العاصمة طرابلس للاحتفال بالذكرى السابعة لثورة فبراير. يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقع النبأ دوت تي في وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.